آله وأصحابه ومن تبعه له بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفصل الجديد لهذا الأسبوع، رغم أنني غير موجود معكم لهذا اليوم. والآن إن شاء الله أنا في تركيا لتقديم أوراق العمل بعنوان البنى الإسلامية في ماليزيا. اليوم إن شاء الله المحاضرة ستكون بطريق مختلف كما عرفتم عن طريق الفيديو هذا، وأرجو منكم أن تسمعوا جيدا وأن تركزوا في هذا الدرس الجديد إن شاء الله. وقبل أن نبدأ إن شاء الله هيا نقرأ الفاتحة. الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، إن شاء الله اليوم سنتكلم ونواصل الكلام عن أركان الجريمة. أركان الجريمة معناها عناصر الجريمة، يعني أمر مهم أو عنصر مهم في الجريمة. طيب، مثلا في الصلاة، إذا كنا ركن للصلاة بمعنى أنه عنصر من عناصر الصلاة، أي بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بوجود هذا العنصر المهم أو هذا الركن المهم للصلاة. كما هو أيضا في الجريمة، إذا لم توجد أو إذا لم توجد هذه العناصر في العمل أو في الأعمال أو في يعني في العمل أو في شيء في السلوك مثلا، إذا لم توجد هذه العناصر فلا تكون هذه فلا يكون هذه هذا السلوك من الجريمة. طيب، ومن العنصر أو من العناصر الجريمة أولا العنصر الشرعي، العنصر الشرعي، ثانيا العنصر المادي، ثالثا العنصر المعنوي. هذه هي العناصر الثلاثة التي تجعل السلوك جريمة. طيب، الآن ننظر إلى ما المقصود بالعنصر الشرعي. المقصود بالعنصر الشرعي هو النص، أي وجود النص الذي يحرم أو يحرم السلوك ويعاقب عليه أو يعاقب عليه. إذن لأن يكون السلوك جناية لابد أن يكون هناك النص موجود. إذا لم يكن النص موجود فالسلوك أو العمل أو الترك من العمل لا يعتبر في هذه الحالة من الجناية. وأيضا ليس فقط النص كما عرفنا هنا، كما نرى هنا النص موجود، وفي نفس الوقت لابد أن يكون أيضا العقاب موجود. العقاب أيضا موجود، بمعنى أنه لو حرم الله تعالى أمرا أو فعلا، مثلا أن الله تعالى حرم الزنا، طيب حرم الزنا، ولكن لا يوجد عقاب أو لا توجد عقوبة معينة للزنا، فهذا أيضا لا تعتبر جريمة، لأن العنصر الشرعي غير كامل. ماشي. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العنصر المادي. العنصر المادي هو السلوك، الفعل أو الترك. أو السلوك معناه أنه اتيان ما هو المنهي عنه، اتيان ما هو الممنوع، يعني ما هو المحرم. الله تعالى حرم الزنا وأنت تأتي أو أنت تفعل الزنا، هذا بمعنى أن السلوك موجود. طيب، هذا يعتبر عنصر المادي. طيب، وكذلك ترك الفعل. ترك الفعل أيضا يعتبر، كما تكلمنا في المحاضرة الماضية، أنه من ترك إطعام الأولاد الأطفال وبسبب الترك إطعام هذا يؤدي إلى موت الأطفال كما تكلمنا سابقا، فهذا الترك يعتبر أيضا من عنصر المادي لأن يوجد السلوك إما الفعل وإما الترك. ثم ثالثا العنصر المعنوي. العنصر المعنوي معناه الصلة النفسية،
بين السلوك وبين من قام به وهو مكلف مسؤول عن سلوكه. الصلة نفسها يعني ما هو في داخل نفسك أنت. يعني الناس موجود، هذا فعل محرم وأنت تفعل هذا الفعل، ولكن الصلة نفسية يعني ما هو في نفسك أنت، هل أنت مكلف أم غير مكلف، هل أنت يعني المسؤول عن كل ما فعلت أم لا. يعني هذا لابد أن يكون هناك صلة نفسية، بمعنى العنصر المعنوي يعني الصلة النفسية بين السلوك بين الفعل وبين من قام به، أي من يقوم بإتيان الفعل المحرم أو بترك فعل المأمور به، وهو مكلف مسؤول عن سلوكه. وطبعا هناك أمور التي تجعل الشخص يعني مكلف، مثلا أنه لابد أن يكون عاقلا مثلا، هذا يعتبر العنصر المعنوي، وأيضا لابد أن يكون بالغا، وأن يكون أيضا يعني عاقلا وبالغا. طيب هذا مثلا عنصران مهما لأن يكون وجود، لأن يكون هذا العنصر المعنوي موجود. ما هو في نفسك أنت؟ إذا لو أنت تفعل شيء يعني مخالف للشريعة وأنت تفعل، يعني النص موجود، ولكن لو أنت ما كنت بالغا فلا ينقض عليك، فلا تعتبر هذا الفعل جناية. الآن نتكلم عن الركن الشرعي للجريمة بالتفصيل. الركن الشرعي للجريمة كما عرفنا أنه هو النص، عبارة عن النص. يعني حينما نتكلم عن الركن الشرعي فنتكلم في الحقيقة عن النص، أي يوجد هناك نص، النص الذي يجرم السلوك، الذي يجعل السلوك جريمة، الذي يقول مثلا هناك نص يقول أن الزنا حرام، أو للزنا عقوبة معينة لأن الزنا جريمة. إما النص هذا يعني إيجابا أو سلبا، النص قد يكون إيجابا أو سلبا. إيجابا بمعنى أنه يوجد الفعل، سلبا بمعنى الترك، ترك ما هو المأمور به. كما قلنا سابقا الإيجاب مثلا القتل، هذا الإيجاب، يوجد الفعل. أما سلبا معناه ترك ما هو المفروض، ما هو يعني الواجب على شخص. كما قلنا مثلا ترك إطعام الأطفال، والأطفال يعني يموتون بسبب ترك الإطعام هذا، إذن هذا يوجد النص على هذا الفعل أو على هذا الترك. فإذا يوجد هناك النص فجعل هذا جريمة. وكما قلنا سابقا أيضا يوجد إنقاذ، لا يكفي النص، يوجد فيه يعني يوجد فيه التحريم أو تجريم السلوك، وإنما لابد أن يكون هناك عقاب أو عقابة معينة على الفعل أو على السلوك المجرم. طيب ثم بعد ذلك إذا لم يرد النص، أي إذا لم يوجد النص الذي يجرم السلوك، أي الذي يجعل أو يبين أو يقول أن السلوك هذا جريمة، فهذا يعتبر، فهذا يعني أن السلوك هذا مباح. طيب إذا لم يوجد نص على تحريم الشيء فهذا دليل واضح على أن هذا السلوك أو هذا الفعل مباح شرعا، طالما لم يترتب عليه مضارة، أي إذا لم يسبب هذا الفعل المباح ما هو يعني يؤدي إلى الضرر للناس. لأن الأصل في الأشياء الإباحة، مثلا أنت تسوق السيارة، طيب ما حكمه سياقة، ما حكم السياقة، السياقة تسوق السيارة، ما حكم سياقة السيارة، حكمها يعني مباح. ولكن لو تسوق مثلا بطريق الذي يؤدي إلى ضرر الناس، إلى يعني إلى موت مثلا الناس أو موت الآخرين، فهذا الأمر المباح يعتبر أيضا جناية.
لأن هذا يترتب على هذا الفعل مضارة أو مضارة للناس. طيب أما إذا ترتب على مضارة كما قلنا فهو إذا عمل مجرم طبقا لما ورد بالنهي عن المضارة، لأن هناك يوجد النهي على يعني النهي عن كل شيء الذي يضل أو كل شيء الذي يؤدي إلى الضرر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم وعلى هذا فإنه يتحتم أن يكون الفعل المكلف به معلوما للمكلف علما يحمله على الامتثال لما علم، فإن لم يخضع لما كلف به أو علمه لزمته العقوبة لمخالفته وعدم امتثاله لما نص عليه الشرع. طيب إذن هذا هو الفعل. طيب فإن لم يخضع مثلا، يعني هذا المفهوم من هذا الكلام، يوجد هناك النص والمكلف هذا يعرف معلوم له أنه يجب الامتثال، يجب عليه أن الامتثال أن الطاعة، إما الطاعة للفعل إذا كان هناك يوجد أمر، أو الطاعة لترك إذا كان هناك شيء منهي عنه، هذا معلوم للمكلف. وإن لم يطع أو لم يسمع أو لم يعمل كما أمره الله تعالى أو لم يترك ما هو منهي عنه فلزمته العقوبة لمخالفته، يجب عليه العقوبة. لماذا؟ لمخالفته للأمر ولمخالفة للنهي. طيب ومن هنا الفقهاء الشريعة قد اعتادوا عند حديثهم عن كل جريمة أن يذكروا النصوص التي تجرم الفعل وتلزم العقاب عليه، مبينين وقت نزول النص وسببه إن اقتضى الأمر. طيب هنا الفقهاء حينما يتكلمون عن الجريمة دائما اعتادوا عادة يتكلمون يعني يذكرون النصوص، أي العلماء الفقهاء لا يتكلمون عن الجريمة بدون ذكر النصوص، لا أبدا، دائما حينما يتكلمون يعني الفقهاء حينما يتكلمون عن الجريمة دائما يذكروا النصوص على التحريم، النصوص على تجريم الفعل والعقوبة المترتبة على الفعل أو على الترك هكذا. وأيضا ذكروا أو الفقهاء يذكرون دائما وقت نزول النص وأيضا سبب نزول النص إذا يوجد هناك الحاجة في ذلك. طيب وهناك نقاط المهمة في الركن الشرعي، منها أولا نافذا وقت وقوع الجريمة. ما المقصود من هذا الكلام؟ يعني سنشرح فيما بعد. ثانيا ساريا على مكان وقوعها. طيب ثالثا ملزما للشخص الذي وقعت منه. طيب الآن ننظر واحدا بعد آخر الشرح في هذا الأمر. طيب أولا ما المقصود من نافذا؟ من قول نافذا يعني بعض النقاط المهمة هنا، نافذا وقت وقوع الجريمة، المقصود من هذا يعني انظر هنا، اتفق رجال القانون على عدم سريان القوانين الجناية إلا على ما وقع اعتبارا من تاريخ العمل بها، ولا يترتب القانون لها أثرا فيما وقع قبل صدورها والعمل بها إلا في حالة ما إذا كان في ذلك نفع للمتهم الذي لم يتم الحكم عليه بصورة نهائية. طيب ما المقصود من هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني يدل على أن الحكم يكون مؤثرا أو الحكم له أثر، الحكم له أثر إذا كان هذا الحكم نزل يعني نبذ قبل الفعل، أي معناه أنه نافذا وقت وقوع الجريمة، أي بمعنى أن النص موجود قبل وقوع الجريمة. مثلا
واحد زنى، لكن مثلا لا يوجد، مثلا هذا المثال فقط، لا يوجد دليل على تحريمه قبل هذا الفعل، إذن لا يعاقب عليه بعقوبة، بعقوبة زنا. ولكن بعد مجرد نزول الآية، إذا فعل شخص هذا الفعل فهذا معاقب على هذا الرجل، يعاقب بعقوبة الحد. بمعنى أنه إذا فعل شخص قبل نزول الآية التحريم أو قبل ورود الحديث، إذا فعل شخص فعلا ولكن في يعني أثناء فعله أو يعني حينما يفعل هذا لم يوجد الحكم، مثلا لم يكن محرما، مثل الخمر. الخمر كما عرفنا يعني قبل هذا، يعني قبل تحريمها، كان أنه كان مباحا، يعني الناس حينما يريدون أن يشربون الخمر يشربون بدون مشكلة. طيب، وحينما يشربون لا يوجد مشكلة، يعني لا توجد هناك عقوبة عليهم ولا شيء، لا ولا إثم أيضا. طيب، لا إثم ولا عقوبة ولا شيء مثل ذلك. إذن ولكن لأن هذا لا أثر، لا أثر لعدم وجود النص الذي يحرم الخمر، غير موجود. ولكن بعد نزول النص، يعني بعد وقوع بعد ورود ورود الحديث، إذا فعل شخص شيئا الذي جاء في هذا النص، ففي ذلك الوقت يكون يترتب له يترتب على الفعل هذا أثرا. طيب، فهمتم؟ هذا معناه أنه أن الشخص لا يعاقب على فعل، لا يعاقب على فعل إلا بعد نزول الآية أو بعد ورود النص. طيب، مرة أخرى، الشخص إذا فعل فعلا والفعل أثناء فعله هذا الفعل لا يوجد نص، لا يعاقب عليه، يعني أنه فقط يعاقب عليه إذا فعل فعلا ووقت وقوع الجريمة أو وقت يعني فعل هذا الجريمة الحكم موجود في ذلك الحال أو في تلك الحالة. فطبعا إذا يوجد يعني إذا توجد عقوبة مكتوبة لهذا الفعل، فطبعا أنه يعاقب عليه بعقوبة المكتوبة. طيب، مثلا ننظر إلى هذه الآية، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طيب، هذه الآية تدل على أن النكاح يعني زوجات للأب. ما نكح آباؤكم معناه النكاح بزوجات الآباء. مثلا الأب يعني طلق زوجته وأنت تريد أن تنكح يعني زوجة المطلقة لأبيك، ما حكمه؟ حكمه قبل نزول هذه الآية غير محرم، ولكن مجرد نزول هذه الآية فيكون النكاح بالآباء محرم شرعا. طيب، وكيف إذا كان الشخص قد نكح ما نكح آباؤهم، قد نكح يعني بعد طلاق الأب طلق زوجته، ثم نكح الابن زوجة للأب يعني المطلقة هذه، ولكن قبل نزول الآية، ما حكمه؟ حكمه جائز، ولكن حينما نزلت هذه الآية فيجب التفريق بينهما، يجب التفريق. They have to be separated. طيب، they have to be separated. They cannot stay together anymore because the ayah is clearly stated that they cannot marry with the ex-wives of the abba or the fathers. طيب. Okay, now we look at the other ayah. ننظر إلى الآية أخرى. أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
يعني الآية تقول أنه لا يجوز الجمع بين الأختين. If they are sub-siblings, girls. يعني لو كنت تريد أن تتزوج بواحدة منها فمن مشكلة، ولكن تريد أن تجمع بينهما between the siblings, it's not allowed. But what if it happens before the ayah was revealed? It's okay, no problem. But what if after they got married, before the ayah was revealed, then after they got married, then the ayah revealed, what will happen to them? They must be separated. But is there any punishment for them? No punishment at all, because it happened before the revelation of this ayah. يعني قبل نزول هذه الآية إذن لا عقاب على الفاعل. ثم بعد ذلك الخلاصة هنا، لا يجرم سلوك إلا بعد ورود الناس الذي يجرمه، which means that لا يجرم السلوك إلا بعد ورود، أي معناه أنه لا يكون السلوك أو الفعل، إما الفعل أو الترك، إلا بعد ورود الناس. فقط عند ورود الناس، إذا يوجد الناس الذي يجرم السلوك، الناس يقول الزنا حرام إذن حرام، طيب الناس يقول أن الخمر حرام إذن حرام، لكن إذا لم يوجد النص، إذا لم يوجد الناس الذي يقول أن هذه جريمة ويقول أن هذا حرام، إذا لم يوجد النص فلا نستطيع أن نقول هذا يعني جريمة. طيب واضح؟ طيب. ثم ثانيا ساريا على مكان وقوعها، ساريا على مكان وقوعها، بمعنى أنه أن الأحكام الشرعية لا تطبق إلا في الدولة الإسلامية. ما المقصود بالدولة الإسلامية؟ هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام. إذن السؤال هنا، هل ماليزيا تعتبر دولة إسلامية؟ فالجواب لا. لماذا؟ لأن ماليزيا لا تجري عليها أحكام الإسلام، الأحكام الإسلام فقط مطبقة في الأحوال الشخصية، في الزواج، النكاح، والطلاق، والنفقة، والحضانة، وهذه الأشياء فقط. ويعني كما عرفنا أن الأحكام الشرعية لابد أن يعني تطبق ليس فقط على ما تتعلق بالأحوال الشخصية كما قلنا، ولكن لابد أن يعني تطبق على الكل، على كل شيء، على الاقتصاد، وعلى على الأحوال التي تتعلق بالدولة، وفي السياسة، وفي الجيش، وكل شيء. الإسلام لابد أن تحكم على كل شيء ما يتعلق بحياة الإنسان، ويأمن من فيها بأمان المسلمين. هذا يعني عنصر من عناصر الدولة الإسلامية، يعني كل واحد الذي يدخل في دولة إسلامية يوجد فيه أمان، يعني يوجد فيه حماية خاصة من الدولة الإسلامية، يعني أنها تحمي كل من في هذا البلاد، سواء كانوا مسلمين أم ذميين، حتى ولو كانوا غير مسلمين، أنهم أيضا يعني الشريعة أو الدولة الإسلامية تحميهم أيضا بغض النظر عن ديانتهم. ثم بعد ذلك ننظر إلى إذا معنى دار الحرب. إذا لم تكن الدولة يعني إسلامية فعكسها، يعني عكس الدولة الإسلامية فهي دولة حربية أو دار الحرب. ودار الحرب معناه أن هذه هي الدار التي لا سلطان للمسلمين عليها، أي لا سلطان، أي لا قوة، لا سلطة ولا شيء، أي ليس للمسلمين أي قوة أو أي سلطان في هذه الدولة أو في هذه الدار. وهي الدار التي شوكتها لأهل الكفر، يعني قوتها وسلطتها كلها لأهل الكفر، ولا سلطان عليهم، أي لا سلطان، لا قوة ولا شيء، يعني ما عندك أي شيء فيما يتعلق بما يتعلق في سياسة مثلا، وفي أي شيء ما يتعلق بدار الحرب. أي أنهم هؤلاء الكفار الذين يحكمون هذا البلاد، وليس للمسلمين شيئا في ذلك، لا سلطة للمسلمين في ذلك
الدار. إذن هذا يعتبر الدولة دولة حرب، دولة الحرب أو دار الحرب. طيب، ثم ثالثا ملزما للشخص الذي وقعت منه، ملزما للشخص الذي وقعت منه. طيب هذا ما يتعلق أيضا بالعنصر الشرعي، ملزما للشخص، أي إذا كان هناك نص والنص هذا ملزما للشخص، يعني يجب على كل شخص أن يطيع هذا النص. طيب ليس يعني هذا النص مخصص أو خاص للشخص وليس للشخص آخر، لا، يعني إذا كان يوجد حكم في تحريم شيء فحكمه حرام للكل، ليس يعني يحرم على رجل ولا يحرم على المرأة، يعني على وجه العام، على وجه العام، إلا هناك يعني أحكام خاصة للرجال وهناك أحكام خاصة للنساء، مثل لباس الحرير مثلا، هذا خاص، لباس الحرير جائز للمرأة ولكن لا يجوز للرجل، هذا حكم يختلف، يعني حكم خاص. ولكن حينما نتكلم عن الجناية فالجناية يعني إذا توجد هناك جناية فيجب يعني على الفاعل أو على الجاني يعني عقوبته، يعني بدون يعني التفرقة بين يعني الرجل الذي له مكانة، يعني مكانة خاصة أو مكانة عالية أو بدون أي يعني مكانة خاصة في المجتمع. ومعناه أن الله تعالى سوى بين الناس في أصل خلقة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الناس سويا رغم أنه من حتى ولو كان يعني رئيسا، حتى ولو كان سلطانا، ولكن من يعني من إن الله سبحانه وتعالى فالناس سواء، أصل الخلقة الناس كلهم من آدم، فالناس جميعا أبناء آدم كما هو المكتوب هنا، وجعل الله سبحانه وتعالى أساس المفاضلة بينهم واحدا وهو التقوى، يعني لا فرق بين رجل ولا امرأة ولا يعني السلطان ولا الرئيس ولا أي شخص، أن الأكرم يعني هو الأساس المفاضلة الذي يعني الأساس الذي يكون يعني يفرق بين شخص وشخص آخر بالمفاضلة هو فقط أمر واحد وهو التقوى، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى أن الناس أمام الله سواء، يعني لو الرجل فقير يسرق يعاقب عليه أيضا بعقوبة السرقة إذا تتوفر كل الشروط طبعا، وكذلك الغني ولو كان عنده ملايين فلوس ولكن يسرق هل يعاقب عليه أيضا؟ نعم يعاقب عليه بعقوبة السرقة. الرجل الفقير جدا ما عنده فلوس ولكن يزني هل يعاقب عليه بعقوبة الزنا؟ نعم يعاقب عليه بعقوبة الزنا. وكيف بالرئيس إذا زنى يعاقب عليه بعقوبة الزنا أيضا؟ نعم يعاقب عليه بعقوبة الزنا. إذن ملزما للشخص الذي وقعت منه، أي إذا وقع الجناية من شخص يعني بغض النظر عن مكانتهم في المجتمع يعاقب عليهم أيضا بعقوبة واحدة. طيب، وهذا ما التزم به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أكده بقول لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. طيب، أكد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا فضل، يعني العرب لو أنت عربيا لا تستطيع أن تقول أنا أفضل منك، وأنت أعجمي غير عرب وأنت لا تستطيع أيضا أن تقول أنت أفضل من العرب. طيب، وهذه المفضلة هي مقياس الناس عند ربهم سبحانه وتعالى، المفضلة فقط التقوى. إذا كنت رجلا تقيا فأنت أفضل عند الله من الرجل الغني لكن لا تقوى عنده. طيب، إذن التقوى هو الأساس، المفاضلة أساس المفاضلة إن الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم نتكلم عن الركن المادي للجريمة. طيب، الركن المادي معناه هو مظهر الجريمة المجسد الناتج عما في دار
عما دار في فؤاد مرتكب الجريمة قبل وقوعها. طيب ما المقصود من هذا الكلام؟ هو الركن المادي، يعني أصلا أن الناس قبل أن يفعل شيء، الناس قبل الرجل والمرأة طبعا قبل أن يزني مثلا، يعني يوجد شيء في داخله، في فؤاده، في القلب، يريد أن يرتكب هذه الجريمة قبل الوقوع. يريد مثلا الرجل أن يسرق، قبل أن يسرق يوجد القصد في القلب. طيب وإذا واحد يريد أن يزني يوجد النية، القصد في قلبه قبل الوقوع. وقيامه بسلوك تسبب في وقوع الجريمة هو التحقق. ثم يأتي كيف، متى يكون الجريمة جريمة؟ إذا يوجد السلوك. أولا يوجد القصد في قلبه، يريد أن يقتل أولا، ولكن هل يعتبر القصد فقط يعتبر جريمة؟ لا، القصد لا يعتبر جريمة. هل يريد أن يزني ولكن يقصد فقط، ينوي أن يزني ولكن لا يزني، لا يوجد السلوك، لا يفعل شيء، هل يعاقب عليه بعقوبة الزنا؟ لا أبدا. إذن أولا كل شيء يأتي بالقصد في قلبه، يقصد في قلبه، ثم يأتي بعد ذلك خطوة أخرى بالسلوك، قيامه بسلوك، السلوك تتسبب في وقوع الجريمة. السلوك واحد يريد أن يسرق، يعني أولا في قلبه يريد أن يسرق، ثم يذهب إلى البيت الذي يريد أن يسرق منه، ثم يدخل إلى البيت ويأخذ يعني الأشياء، المال والذهب وكل شيء أو أي شيء في داخل البيت، في داخل. إذن يوجد سلوك أولا القصد، ثم يأتي بعد ذلك السلوك الفعل الذي يؤدي إلى هذه الجريمة. هذا يعتبر الفعل، هذا هو يعتبر المادي، شيء يعني ينظر، واحد يأكل يأخذ مال آخر، يظهر يرى، أنت تستطيع أن تراه. يريد واحد يزني يوجد، يعني يمكن أن يرى هذا الفعل أيضا. إذن هذا الركن المادي بمعنى الفعل، السلوك التي تسبب في وقوع الجريمة. فالركن المادي هو الذي توجد بتحقق الجريمة، أي بمعنى الركن المادي، إذا لم يوجد الركن المادي بمعنى أنه لم يوجد السلوك، إذا لم يوجد السلوك فكيف تكون جريمة؟ لا يمكن. وتتخطى مرحلة الفكر، أولا كما قلنا أنه يبدأ بالتفكير، ثم الإعداد، يستعد، يريد أن يسرق. ماذا يفعل السارق قبل السرقة؟ أولا يوجد القصر مثلا، هذا الرجل يمشي في الطريق، ثم يرى سيارة فيها موبايل فون غالي، تاب ايفون 6 يعني فور اكزامبل، ينوي ومر على هذه السيارة، يعني كام ان باس بايدي بالسيارة، and he saw a telephone, very expensive phone, he been dreaming to have this kind of telephone for so long. And then what comes next? First, this guy does not have any intention at all. Now when he look at the phone, and then it started to trigger his mind, oh, this very expensive phone. إذن يأتي له في هذه اللحظة، في هذه الحالة، النية. he is thinking, what if I take this phone؟ بدأ بالقصد، ثم بعد ذلك يفكر يعني كيف أخذ هذا التليفون؟ التليفون في السيارة، والسيارة مغلقة. The door was locked. The door of the car was locked. So what is going to do with it? يبدأ يفكر. And يفكر and start thinking now. Come to the stage where he's preparing. Start thinking, oh, I think at that. You have to get ready, how to plan what to do next. What the next step should he be taking? So now what will happen? He will start, let's say he was thinking, oh, the solution is only one. Break the glass or the windows, and then look around, no one see, and then he break the door, the glass of the door of the car, then took the phone. And that
ثم بعد ذلك بعد إثبات فبعد ذلك طبعا يأخذ هذا يأخذ التلفون ويمشي. يعني كل شيء يبدأ بالقصد ثم التفكير ثم الإعداد ثم طبعا الأثر يأتي بعد ذلك التدبير ثم الأثر إثبات. أنه لا يمكن إثبات ذلك إلا بقيام الأثر في الخارج. يعني the theft will happen except you know it must go through all this process. Now starting with the intention, the niya, ثم تفكير ثم بعد ذلك العداد get prepared and everything ثم القيام القيام بالفعل. يعني he يعني has to take an action. He takes an action, taking the thing, and then this is the author. في الخارج يعني خارج الأفكار خارج القلب يعني because everything must come you know firstly from your niya or from your past. Okay. Alright. وهذا الأثر هو مزاج بين التفكير والسلوك. This you know the author the effect which is stealing, that's the effect. The final effect is مزاج بين التفكير, is a mixture of tafkir and the action. If someone is just keep thinking and planning but not doing anything, there is no suluk, then there will be no الركن المادي غير موجود. المادي لابد أن يكون سلوك فعل موجود. Action must be there. وما هو إلا المحصلة النهائية؟ you know, المحصلة النهائية is the final result of the all the التفكير. There must be a سلوك. ما قام به الفاعل متجسدا في النتيجة المجرمة. يعني this the effect and the result of the of the thing is jarima. You know? Alright? Okay. ثم نتكلم عن الركن المادي للجريمة. When we talk about الركن المادي is something physical, something that you can see. You can use your senses, right? So for the rukun madi there are some elements must be there. You know, action, yes, action. But what kind of action can make it a jarima? Okay, awalan as-suluk ghair mashru'. As-suluk ghair mashru'. يعني as-suluk ghair mubah al-fi'l الذي يقوم به الجاني. لأن الجناية حينما تتكلم عن الجناية فلابد أن يعني تفهم أن الجريمة لا يمكن أن تكون إلا إذا إلى الفعل غير المشروع. الجناية فقط يعني تحدث في الأشياء أو في السلوك التي لم تكن مشروعة. أوكي لم تكن مشروعة أي يعني is something illegal, something is prohibited. Then only then it's become jarima. Then and natija. If someone does something which is against the law, against which is not legal, which is not shar'i, and then because of that action, it comes the result, the natija, which comes as a result of the action. وتتحصل بسبب سواء قصدها الفاعل أم لم يقصدها. And then at the end of the day there is a result. Okay, this is rukun madi. If you do something which is against the law and then you know as a result of your doing there is a result, something happen. Let's say somebody you know throw a stone, you know he does not know whether there's a people there, you know, or up from the building, from you know third floor, for example, he just you know playing with the stone, and then he just throw down the stone, and then he happened to hit somebody's head, and then that somebody is dead. So a suluk, the thing, okay, the action, of course, is it okay to just throw a stone without looking whether there is a people or not? No, it's haram. Ghair mashru'. And then what is the result? The result
the stone that hit the head of the person caused him death. Okay, إذن هنا نجد الفعل غير مشروع. And then يوجد أو توجد الناس النتيجة whether he or she is, you know, has the intention as the result whether he wants the result to be happen to happen or not, it doesn't matter as long as the thing that you do is غير مشروع. Okay, if something that you do is not مشروع, which something that is illegal, whether you want the result to happen or not, is doesn't really matter as long as there is a fa'al, as long as there is a suluk. طيب ثم ثالثا الصلة. الصلة means that there is a connection. الصلة التي تربط بين السلوك والنتيجة بصورة تجعلها ناتجة عنه واقعة بسببه. There is a connection. Okay, بين السلوك الفعل, there is a throwing a stone, as we said earlier. Throwing a stone, then the result is death. There is interconnected between each other. You know, between the stone throwing and the death. Okay? So if there is no throwing, then there will be no death. Meaning that it's very strong relationship. Okay? The relationship between throwing the stone and death is very much related. If there is no stone throwing, then there will be no death. That is, you know, that's how we can prove whether this is interrelated or not. Okay, but if death comes just without a reason, then you cannot blame anyone. Okay, for example, somebody in the, you know, while walking on the street, then suddenly he fell off and then died. Of course, you cannot blame some you know, anyone. But if, you know, he fell off because of the negligence from a person, probably he dig on the street, for example, and then the person fell off, then there's interrelated, you know, because why he fell off? Because there is a hole which was digged by somebody. So this you know, sila or sila or alaqa bayna alati tarbut bayna as-suluk ay al-fa'l wal-natija. طيب هذه مكونات الركن المادي التي إذا وجدت تحقق وجوده الذي هو تجسيد الجريمة الكاملة. This is what we be talking, you know, discussing. There are three elements which is must exist to make, you know, the action or the a suluk, you know, can lead to جريمة الكاملة. طيب إذا لم تكتمل هذه المكونات بسبب قيام مانع خارج عن إرادة الجاني فإن ما يقع يعد شروعا في الجناية إلا إذا كان ما وجد يشكل في حد ذاته جناية كاملة في الجنايات وإن نقصت عن التي كان يريد الجاني تحققها. طيب في هذه الحالة إذا لم تكتمل, إذا لم توجد يعني هذه المكونات, يعني it's missing. For example, there is no رابطة. Okay, you just pass by a person and then suddenly he fell off and died. So what is the rabita? No rabita. Okay, there's no connection with you and you cannot be blamed for that thing. Right? But if let's say somebody wanted to steal, you know, and then he started, you know, planning and doing and entered the house. Okay, there's action. Okay, but before he took the, you know, the property whatsoever, the money in the house, and then he been chased away by a dog, for example, in that particular house, and then this is considered a shuru, you know, attempt to steal but not yet stealing. Okay, there is action. Yeah, there is action. There the action is muharram. Okay, the thing is cannot be done. You cannot do that. You cannot enter the house of other people freely without his permission, but you did enter without permission. That is a fa'al muharram. But if you do not take anything, then there is no theft then. If there is no theft, then but you still can be judged as a shuru' fil jinayah.
طيب نواصل درسنا لهذا اليوم ونتكلم الآن عن الركن الأدبي للجريمة. طيب الركن الأدبي للجريمة كما يراه الفقهاء أيضا أو يسمونه بركن المعنوي، يعني الركن الأدبي معناه مثل الركن المعنوي. والإنسان صاحب الإرادة التي يعتد بها لدى المشرع، طيب وهو الذي يوجه تلك الإرادة حسب ما يشاء ورغبة، بمعنى أن الناس له قدرة في الاختيار، الناس له إرادة، وبهذه الإرادة يحاسب الناس على كل ما فعله، إما هذا الفعل خير أو شر، والنتيجة من هذا الفعل إما خيرا وإما شرا في الدنيا وأيضا في الآخرة. هذا ما يعنيه الركن الأدبي للجريمة، أي الركن المعنوي. وعند وجود الركن الأدبي لدى الجاني قد أصبح أهلا للمسألة الجنائية، وذلك محدد في عنصرين أساسين، أي بمعنى أنه لو يوجد هذا الركن الأدبي عند الجاني حينما أتى بالجريمة أو حينما يعني يعمل أي عمل جنائي، وأصبح هذا أهلا، يعني أصبح هذا الرجل أو هذا الجاني مسؤولا عن كل ما فعله من الجناية. وهناك يوجد عنصران أساسيان، أولهما الإدراك، بمعنى الإدراك بمعنى أنه يفهم، الفهم، الإدراك بمعنى الفهم يعني الفهم عن الحكم، الفهم عن النتائج التي تنتج من الفعل. طيب هذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، الصبي إذا فعل فعلا حتى ولو كان مخالفا للشريعة لا يعاقب عليه لأنه لا يوجد الإدراك، يعني لا يفهم. ثم ثانيا عن النائم حتى يستيقظ، النائم أيضا إذا فعل شخص إذا فعل شيئا مخالفا للشريعة أيضا لا يعاقب عليه لأنه لا يفهم شيء، لأنه يعني العقل ما يعمل بطريق صحيح وهو نائم. وكذلك المجنون حتى يبرأ، يعني المجنون، وكذلك أيضا إذا يعني ارتكب جناية أو جريمة فلا يعاقب عليه أيضا. ثم الثاني الاختيار، طيب الأول الإدراك أي الفهم عن النتائج كل ما فعله من الشر، طيب ثم الثاني هذا من ناحية الركن الأدبي الاختيار، طيب الاختيار أي أن يكون من قام بالسلوك المعاقب عليه قد قام بسلوك مختارا بناء على رغبة منه واختيار حر، بمعنى أنه هذا الرجل حينما يأتي بأي نوع من الجريمة فهو في هذه الحالة مختار، أي لا يوجد هناك أي عنصر من عناصر الإكراه، أي يسرق باختياره هو، يزني باختياره هو، يقتل أيضا باختياره هو بدون أي إكراه من أي جهة أخرى، فهذا إذا تم هذا الاختيار فيعتبر هذا يعني يكفي لمعاقبته إذا فعل فعلا المخالف للشريعة. وأما إذا اختلت إرادة ما يقوم بالسلوك، أي لا إذا لم توجد الإرادة، مثلا رجل مكره للقتل أو رجل مكره للزنا أو امرأة مكرهة للزنا أو غير ذلك، فإن تلك الإرادة تصبح إرادة معينة وعليه تنعدل مسألة صاحب هذه الإرادة المعينة، لأن الأصل أنه لا يسأل جنائيا إلا من أتى معتمدا فعلا قد حرمه الشارع. إذا يوجد هناك إكراه فالإرادة هذه ليست إرادة واختيار، لأن الإرادة لا تأتي لأن الإرادة لا تأتي من نفسه، وإنما الإرادة معينة أي
يوجد هناك شخص آخر الذي عينه بهذا الفعل أو أكرهه أو أجبره على هذا الفعل. إذا لم توجد إذا لم يوجد الاختيار أصبح الفعل أو تصبح الإرادة معينة، وبذلك تنعدم أي لا يسأل، تنعدم مسألة صاحب هذه الإرادة المعينة أي لا يعتبر، يعني إرادته لا تعتبر جناية، أي لا تعتبر هذا الفعل، هذا لا يعتبر الفعل هذا مخالف للشريعة، لأنه ولو كان الشيء هذا محرم شرعا فلا يعاقب عليه، مثل ما عرفنا أن يعني القصة التي حدثت في عصر عمر رضي الله عنه حينما أكرهت امرأة للزنا بسبب يعني الجوع والعطش الشديد. طيب المرأة هذه ذهبت إلى رجل فطلبت منه اللبن، فالرجل لا يريد أن يعطي هذه المرأة أو أبى أو يرفض أن يعطي اللبن لهذه المرأة إلا أن تزني به، وزنت هي يعني غصبانة، يعني أنها غير مختارة، يعني أنها يعني في حالة اضطرار، في حالة ضرورة، أنها يعني في عطش، أنها عطشانة وأنها جوعانة، جوعان شديد ويكاد تكاد أن تموت بهذا الجوع والعشر أو العطش، وبالتالي لا تعاقب عليها بأي عقوبة جنائية، لأن الإرادة هذه تعتبر إرادة معينة، أي الإرادة لا تأتي منها هي وإنما من شخص آخر. إذن لا يسأل أن أو لا تسأل أن الجناية أو العمل التي فعلته. قال الله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه الآية توضح لنا أنه لا جناح أي لا إثم يعني في ما أخطأتم، لو فعلتم شيئا خطأ يعني ليس من إرادتكم أو ليس بإرادتكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم أي الجناح الإثم والعقاب على من تعمد في فعل المحرم، أي ما تعمد قلوبكم أي ما تقصد فعله. طيب هذا هو الأصل، وإن كانت الشريعة قد عاقبت على الخطأ في بعض الجرائم استثناء من هذا الأصل. طيب أصلا أنه من لم يتعمد في فعل محرم أو في فعل جناية في الأصل أنه لا يعاقب عليه في الأصل، ولكن هناك بعض العقوبات التي أفرضت أو فرضت أو وجبت أو أجبت أو أوجبه الله سبحانه وتعالى في الخطأ، مثل القتل الخطأ وغير ذلك، ولكن في الأصل أنه لا عقاب، كما هو الحال في عقابها على جرائم القتل والخطأ كما قلنا سابقا، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن هنا الآية تقول إلا خطأ، لا يجوز للمؤمن أن يقتل أي شخص آخر إلا بسبب الخطأ، أي لا يقصد القتل ولكن يحدث القتل هذا بطريق خطأ، ولكن في هذه الحالة على القاتل الخطأ هذا عقوبة أيضا، ولكن ليست عقوبة التي تؤدي إلى موته، وإنما العقوبة هنا فقط تحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله أي إلى أهل المقتول إلا أن يصدقوا، أي إلا أن أهل المقتول لا يريد الدية ولا يريد أيضا الرقبة أو غيرهما، ويريد أن يصدقوا أو يتصدق بهذا، فبهذه الحالة يجوز له أن يفعل ذلك. ثم هناك قاعدة لكي نفهم بفهم واضح، فنأتي بهذه القاعدة: لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم الحدود والقصاص والدية. هذا يعني قاعدة عامة،
بمعنى أنه لا يمكن أن يعاقب أن نعاقب على من أتى بفعل أو أتى بشيء أو بسلوك إذا لم يوجد النص الذي نص على أن هذا الفعل جريمة أو عقوبة، وإلا فلا عقاب على الفاعل، يعني خاصة في الحدود، أي لا يجوز أن نأتي أو لا يجوز أن نعاقب شخصا بعقوبة الحدود إلا إذا يوجد هناك النص. وكذلك القصاص، لا يجوز أن نقتل شخصا بسبب فعل الذي يؤدي إلى الموت مثلا إلا بوجود عقوبة يعني مكتوبة في القرآن أو في يوجد النص إما من القرآن أو من السنة. وكذلك الدية، لأن هذه عن عقوبات الثلاثة يعني يعتبر حدود من حدود الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التداخل من أي جهة من الجهات. وكما عرفنا أن كما تكلمنا سابقا أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لأن الشريعة الإسلامية هي أساس الحكم على الجريمة والعقاب. الشريعة الإسلامية هي الأساس، الشريعة حينما نتكلم عن الأساس الشريعة الإسلامية، فيعني كل المصادر لابد أن تكون من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس. إذن الأساس لكل جريمة من الشريعة، ومن أين نأتي بالنصوص إلا من القرآن أو السنة وغيرهما من الأدلة المقبولة لدى الشارع. طيب، عند الفقهاء المسلمين هناك قاعدتان يعني معروفتان. أولا، لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص، هذا المقصود كما هو يعني ما تكلمنا سابقا، لا حكم أي لا عقوبة لأفعال العقلاء، يعني أي فعل من العقلاء مثلكم أنتم عاقل وأنتم من العقلاء قبل ورود النص، أي لا يوجد أو لا توجد أي عقوبة لأي فعل من أفعال العقلاء يعني أو من المكلفين إلا يعني بعد ورود النص، أي إذا فعل أو إذا حدث هذا الفعل قبل وجود النص أو قبل تحريم الشيء فلا عقاب على من فعله هذا. وهذا مستدلا أيضا أو مستندا أيضا بالقاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة، وأيضا والأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، يعني الأصل في الأشياء كله مباح، الأصل إذا لم يوجد نص الذي يحرمه، والأصل في الأفعال يعني أفعال كلها يتقيد أو يتعلق بالحكم الشرعي، يعني لم نجد أي فعل من أفعال الإنسان الذي لا يوجد حكم فيه. الأكل يوجد حكم، يعني المشي، الابتسام، طيب أيضا يوجد حكم، يعني لا يخرج من إطار هذه الأحكام الشرعية الخمسة كما عرفنا. فالأشياء والأفعال لا يجوز أن تعطى حكما إلا إذا كان هناك دليل شرعي على هذا الحكم. طيب، كل ما يحدث في هذا العالم، كل ما يحدث من الفعل وغير ذلك لا يجوز أن نحكم هذا حلال هذا حرام وغير ذلك إلا يوجد هناك دليل شرعي. واحد يشرب الشاي مثلا، أنت تقول هذا حرام؟ لا يجوز أن تقول مثل هذا، لأن لا أين الدليل على تحريم الشاي مثلا أو تحريم القهوة أو تحريم آيس كريم مثلا. إذا كنت تريد أن تحرم شيء، لأن التحريم والتحليل هذا من شأن الله سبحانه وتعالى وحده، أي إنك ما عندك قدرة ولو كنت يعني رئيسا أو سلطانا أو غير ذلك، فلا يجوز لك أن تحرم أو تحلل شيء إلا إذا يوجد هناك دليل واضح ونص واضح في القرآن أو السنة وغير ذلك. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي أن الله تعالى لا يعذب الناس إلا بعد إرسال الرسل، بعد أن يخبر الرسل
كلهم على هذا الأفعال. يقول الرسول هذا فعل حرام هذا فعل حلال. إذا مستندا على هذا فنقول أنه لا يجوز أن يعني نعاقب أو نعاقب على أي شخص إلا بوجود النص. وقوله تعالى أيضا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بمعنى أنه لو لم ينزل أو لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى الرسل فيكون هذا حجة على الله سبحانه وتعالى، أي يقول الناس يا ربي نحن لا نعرف هذا حلال ولا نعرف هذا حرام، لأن ما في واحد يخبرنا بهذا. إذن الآن الله تعالى أرسل رسلا عدد كبير من الرسل فأخبروا ما هو الحلال فأخبروا ما هو الحرام. إذن لو يوجد هناك من يأتي المحرمات فيعاقب عليه فلا يكون له حجة على الله سبحانه وتعالى. طيب أن لما الأشياء التي جاءت في إباحة الأشياء جاءت عامة فعموها دل على إباحة جميع الأشياء، فتكون جميع الأشياء جاءت بخطاب الشارع العام، فإذا حرم شيء فلا بد من نص مخصص لهذا العموم يدل على استثناء هذا الشيء من عموم الإباحة، فقول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب لو ننظر إلى الآيات القرآنية وكذلك النصوص يعني من الأحاديث النبوية فوجدنا أن كل شيء يأتي على العموم. مثلا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، ما بينت القرآن ما معنى الميتة، أي نوع من الميتة، وكذلك الدم ولحم الخنزير، والدم معروف ولحم الخنزير أيضا معروف، ولكن الميتة مثلا الميتة عموم، كلمة عموم أي ميتة الذي مات مثلا في الأنعام يعني في الحيوانات المأكولات، أي يجوز أكلها أكل لحمها مثلا الميتة، إذا مات بدون ذبح فهذا يعتبر ميتة، إذن يدخل تحت هذا التحريم حرمت عليكم الميتة. ولكن الآية ما تذكر أي نوع من الحيوانات التي تحرم من الميتة، وكذلك لا يوجد هناك أي استثناءات. مثلا الميتة يعني في الشريعة أنه يجوز أن نأكل مثلا الميتة من السمك مثلا، لأن السمك لا يعتبر ميتة يعني المذكورة في هذه الآية، يعني الاستثناء موجود ولكن لم يكن مذكورا أيضا في هذا في هذه الآية. ولا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم الحدود، هناك أشياء أخرى يعني نبحث في هذا المجال. ففي جرائم الحدود ونظرا لهذه الجرائم من أهم خاصة أو أثر كبير في المجتمع ولما يترتب على عقوبة الحد من النتائج، فإن الشريعة طبقت قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تطبيقا دقيقا، وهذا ظاهر بجرائم من تتبع النصوص الشرعية والواردة في هذه الجرائم، وهي منها نتكلم فيما بعد. طيب كما قلنا أن كثيرا من الأشياء التي أحلها الله تعالى سبحانه وتعالى لم يذكر بالتفصيل، أي أن الله تعالى جاء بقاعدة عامة تستخدم وتطبق على الأشياء التي حتى ولو لم يذكر في بوضوح في الآية أو في النص كما تكلمنا سابقا عن الميتة، ولكن بسبب أن بعض الجرائم يعني لها أهمية كبيرة، أي لها نتائج كبيرة وفاحشة على المجتمع، فجاء يعني النصوص جاءت النصوص بظاهر وبجلاء، النصوص واضحة يعني تبين على التحريم، تبين على العقوبات، تبين على يعني العقوبات ليس فقط في الدنيا ولكن أيضا في الآخرة. من هذه الأشياء أولا مثلا جريمة الزنا، يعني بسبب فاحشة الجريمة، جريمة الزنا تعتبر جريمة وجريمة كلها فاحشة، والزنا مثلا فجاء
الله سبحانه وتعالى فبين لجريمة الزنا ليس فقط يعني التحريم، ولكن أيضا جاءت الآية تبين العقوبات للفاعل أو للزاني والزانية، وأيضا تأتي بالعقوبة كما قال الله سبحانه وتعالى الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأيضا جاء في الحديث عقوبة أخرى زائدة على الجلد وهو التغريب عام عمل بسنة صلى الله عليه وسلم، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحسن بنفي عام وإقامة الحد عليه. طيب هذا مثال. طيب الزنا بين الله تعالى عقوبة للزنا كما قرأنا سابقا، يعني عقوبة للزنا يعني عقوبتان، الأول الجلد جلد 100 كما قال الله تعالى في الآية، وأيضا العقوبة أخرى هي تغريب عام أو نفي من البلد إلى بلاد أخرى لمدة عام، هذا التغريب أو جلد. طيب أو exile to the other state for the period of 1 year. وأيضا هذا يأتي من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي في من زنى ولكن غير موصل، زنى في حالة أنه غير موصل بنفي عام وإقامة الحد عليه، نفي عام أو تغريب عام، يعني exile from one place to another or from one state to another state، وإقامة الحد and at the same time he also liable for high punishment. ثم وكذلك أيضا هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة. هذا أيضا يعطي نفس المعنى، نفسه المعنى، يعني خذوا عني جعل الله لهن سبيلا البكر جلد 100 يعني العقوبة وجلد 100 وأيضا تغريب سنة كما تكلمنا سابقا. وأما الدليل على عقوبة المحصن غير مذكور أو غير مذكورة في القرآن، طيب أن القرآن فقط ذكر الآية تذكر فقط العقوبة للزاني غير المحصن، وأما عقوبة للمحصن فهناك أحاديث كثيرة منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هناك يعني دليل أو هناك خلاف بين الفقهاء إما هل يعني يجب على الحاكم أن يعاقب أو يعاقب على الزاني المحصن بجلد 100 ومع الرجم، هناك خلاف بين الفقهاء، ولكن عدد كبير من الفقهاء يقولون أن عقوبة للزاني المحصن هو الرجم فقط. طيب نتكلم الآن عن الجريمة الثانية وهي جريمة القذف. طيب القذف في الاصطلاح للفقهاء نسبة من أحصن إلى الزنا أو نسبة من أحصن إلى الزنا بصراحة أو كناية، بمعنى أنه لو قذف رجلا آخر أو امرأة أخرى فهذا القذف يعتبر يعني نسب هذا الرجل من أحصن، أي أحصن المقصود بالإحصان هنا يعني الشخص الذي لا يرتكب زنا أو يعني رجل صالح أو تقي أو امرأة صالحة أو تقية، فهذا المقصود بمن أحصن هنا إلى الزنا بصراحة أو بكناية، أي يعني الرجل يتهم رجلا آخر والرجل هذا رجل طيب تقي مؤمن بالزنا إما بطريق صريح أو بطريق كناية. ومن قذف زانية أو أتى بالشهداء فليس مجرم، أي أن الرجل إذا اتهم امرأة بالزنا ثم أتى بعد ذلك بأربعة شهداء كما هو المفروض فلا يعتبر هذا الرجل مجرم لأنه أتى بالشهداء، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن المجرم هنا هو الذي يتهم آخر رجلا أو امرأة بدون شهداء، ولكن لو يأتي بالشهداء فلا يعتبر في هذه الحالة مجرما فلا يستحق العقاب كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ثم النص هذا يحرم القذف، يعني النص كما عرفنا أنه يحرم القذف ويعاقب عليه عقوبة أصلية وهي الجلد بعقوبة تبعية وهي الحرمان من حق أداء الشهادة. إذن الذي اتهم رجلا أو الذي يرمي رجلا آخر أو يعني امرأة أخرى ولم يأتوا بالشهداء فعليهم عقوبتان، فعليهم عقوبتان. العقوبة الأولى هي يعني العقوبة الأصلية وهي جلد وثمانين جلدة، جلدهم ثمانين جلدة، وأيضا في نفس الوقت سيعاقب عليهم بالحرمان من حق أداء الشهادة، أي بمعنى أنه لا يجوز له أن يكون شاهدا أبدا إلا إذا تاب إلى الله توبة نصوحة. طيب، ثم ثالثا جريمة شرب الخمر. الله سبحانه وتعالى قد حرم الخمر كما عرفنا يعني من الآية القرآنية حينما حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية توضح لنا يعني حكما واضحا على تحريم الخمر والأنصاب وغير ذلك. وأما العقوبة فيجب الحد على من شرب الخمر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، يعني النص واضح على أن ما شرب الخمر فعليه الجلد. وأيضا ثم بعد ذلك جريمة السرطان، نحن سنتكلم في هذه في العقوبة حينما نتكلم عن هذه الجنايات بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله، ولكن هذا نتكلم فقط بالإجمال. طيب، رابعا جريمة السرقة، حبس السرقة هو قطع اليد كما يعني عرفنا، يعني وكما عرفنا من قول الله سبحانه وتعالى في القرآن والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذا كلام واضح لا نحتاج إلى شرح. وأيضا يوجد هناك نص آخر لما رويه عن البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم تقطع يد اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا دليل على أن يد للسارق إذا ثبت أنه يعني سرق وقد توفر كل الشروط فيجب على الحاكم أن يقطع يده بشرط أن يكون يعني المسروق قيمته ربع دينار أو أكثر من ذلك. وروي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. هذا دليل أيضا على أن عقوبة للسارق يجب تنفيذها على كل من سرق بغض النظر عن مكانتهم، إما أن يكون السارق هذا من الشرفاء من مثلا من أو من الأغنياء أو من الناس عاديين، يعني يجب العقوبة على الكل. لما روى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن قطع يد امرأة، قالت عائشة كانت تدب على ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة أيضا، طيب يعني بغض النظر عن الرجل أو امرأة أو رجل غني أو مسكين، كل من يعني سرق، فمن سرق أو سرق من سرق وتتوفر كل الشروط فيجب قطع يدهم.
ثم خامسا جريمة الحرابة قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا النص يدل على أن لمن يحارب الله يعني الحرابة نتكلم فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله ما هي الجنايات التي يعني تكون تحت الحرابة. هناك جنايات أخرى منها قطع الطريق أو ربري، وهناك أيضا جنايات أخرى التي يعني تدخل تحت هذه الجناية. وثم سادسا جريمة البغي. يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب أن هذا النص نص العقوبة، لكن العقوبة ليست واضحة هنا، ليس مثل العقوبات الأخرى مثل السرقة والزنا وغيرهما، ولكن هنا في جريمة البغي أن الله تعالى ما حدد عقوبة معينة للبغاة، وإنما فقال أيضا فقط يعني فقاتل التي تبغي القتل أي يجوز قتالهم، ولكن هذا يختلف. العقوبة هنا تختلف بالعقوبات، الزنا مثلا الزنا جلد مئة مذكور يعني بوضوح يعني العقوبات معينة، وكذلك السرقة قطع اليد هذه عقوبة واضحة أيضا، وإنما في جريمة البغي أن الله تعالى ما حدد عقوبة معينة، ولكن يترك يعني بكلمة واحدة فقاتلوا أي يجوز قتال البغاة. لكن هناك شرط أيضا، شرط الإصلاح من الشروط قبل أن يقاتل الحاكم مثلا البغاة، يجب عليهم الإصلاح بينهما. فإن بغت فقط، فإن أبت، أو فإن هذه الفرقة تبغي حتى تفيء الله فقد التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يعني الإصلاح، ولا يجوز قتالهم إلا بعد الإصلاح. فإن أصلحوا فلا يجوز قتالهم يعني فإن كان هذه الفرقة بدأت تطيع أمير المؤمنين مرة أخرى فلا يجوز في هذه الحالة قتالهم. فمن هم أهل البغي؟ أهل البغي هم طائفة من الناس، طيب؟ طائفة من الناس جمعت بين ثلاثة أمور. طيب متى يكون هؤلاء الجماعة بغاة أو هذه الطائفة بغاة؟ وهي إذا جمعت بين ثلاثة أمور، وهي لابد أن يكون هذه الأمور الثلاثة موجودة. طيب أولا التمرد على السلطة الإسلامية بامتناع عن أداء الحقوق وطاعة القانون أو قوانين أو طاعة القوانين أو العمل على إطاحة برئيس الدولة. طيب إذا يوجد التمرد أي الخروج عن الطاعة على سلطة الدولة الإسلامية كما قلنا قبل هذا، الشروط هنا أن يكون أو أن تكون فرقة ما البغي لابد أن تكون الدولة التي تمرد عنها هي دولة الإسلامية. طيب وكيف يكون التمرد أو الخروج عن الطاعة بامتناع عن أداء الحقوق؟ مثلا لا يريدون ولا يطيعون طاعة ولا يطيعون أمر الحاكم، مثلا ما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما قاتل من منع من إخراج الزكاة، الامتناع عن أداء الحقوق، أداء الحقوق مثل الزكاة، الزكاة كما عرفنا أنها واجبة، ولكن إذا منع فرقة معينة من إخراج الزكاة فبعد الإصلاح يمكن أو يجوز للحاكم أن يقاتلهم. وأيضا على الإطاحة برئيس الدولة أو إسقاط رئيس الدولة، طيب؟ هذا أولا. ثانيا هنا وجود قوة أي يعني يوجد
مثلا الجيش مثلا القوة القوة بمعنى قوة من هي الأسلحة they have all these you know weapons and all that يجب يتمتع بها تمكنهم من السيطرة يعني تمكنهم بوجود الأسلحة يمكن لهم أن تسيطر أو تحكم على الحاكم أو على رئيس الدولة طيب ثم أيضا هناك عنصر آخر وهو الخروج عن الدولة الإسلامية وشق عصا الطاعة على الدولة من خلال شهر السلاح في وجهها وإعلان الحرب عليها على نحو ما يعبر به اليوم من عبارات مثل الثورة المسلحة أو الحرب الأهلية أو القتال الداخلي أو استخدام عنف في سبيل تحقيق الأغراض السياسية التي حصلت الثورة من أجلها طيب والشرط الآخر هو الخروج عن الدولة الخروج من الطاعة على الدولة الإسلامية وليس هذا فقط ليس فقط الخروج ولكن شق عصا الطاعة يعني يأتي أو يأتوا هؤلاء أو يعني هذه الجماعة بسلاح كما قلنا سابقا وثم يعلنون الحرب على الدولة الإسلامية الحرب يعلنون الحرب ويأتون بالأسلحة ويأتون بالجيش وغير ذلك وفي ذلك الأيام نسمي يعني هذا النوع من الخروج عن الطاعة كالثورة المسلحة أو أيضا يسمى الحرب الأهلية civil war طيب طيب فهؤلاء البغاة مؤمنون حقيقة أنهم هؤلاء مؤمنون ليس كافرون على يعني حسب ما قلنا من الآية الكريمة إلا أنهم يقاتلون بعد مراسلة ومحاولة الإصلاح كما قلنا يعني لا يجوز قتالهم أو محاربتهم إلا بعد الإصلاح فيما بينهم وبين من خرجوا من طاعته أي طاعة الحاكم يقول الله تعالى من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه هذا دليل واضح على جواز قتل من خرج عن الطاعة بشرط أن يكون أن تكون دولة إسلامية كما كنا سابقا وقال ويقول صلى الله عليه وسلم ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق هذه الأمة فهي جمع فاضربوه بسيف كائنا من كان أي يعني هناك ستأتي يعني في يوم من الأيام من أراد أن يفرق هذه الأمة فمن يعني إذا كانت هناك أمة أو فرقة تأتي وتريد فتريد يعني أن تفرق بين هذه الأمة فيجيز فاضربوه بالسيف أو يعني فاقتلوه بالسيف سابعا هو الأخير من هذه الجناية يعني أن نتكلم بالاختصار هي جريمة الردة يقول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فإنه هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون طيب أيضا في هذه الجريمة لم تذكر عقوبة معينة فقط أن الله تعالى يقول في هذه الآية من يرتد منكم عن دينه فهو كافر هذا الحكم هو من ارتد عن الإسلام فهو كافر ولكن هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة في الدنيا وإنما ذكر عقوبة في الآخرة وهي عقوبة هي أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولكن العقوبة لم تذكر في القرآن وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة إذن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس الذي يجوز قتلهم بسبب أو بأسباب ثلاثة وهي أولا الثيب الزاني أي الزاني المحصن إذا ثبت أنه يزني فيجب قتله يعني حدا أي بالرجم وأيضا النفس بالنفس أي القصاص من قتل شخصا آخر فثبت أنه قاتل
فيجب قتله قصاصا. وكذلك التارك لدينه أي المرتد الذي ترك دينه المفارق للجماعة، أي يعتبر من يخرج عن الدين يعني أيضا في نفس الوقت المفارق للجماعة فيجب قتله. طيب، ثم نتكلم عن نقطة أخرى، لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم القصاص والدية كما قلنا سابقا. طيب، قلنا أن لا يجوز يعني عقاب أو لا يجوز معاقبة الشخص بشيء إلا إذا يوجد هناك نص في تحريمه أو تجريمه. أولا تكلمنا عن الحدود والآن نتكلم عن القصاص. والقصاص هي القتل العمد، يعني الجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص هي أولا قتل العمد، قتل العمد كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق. وهناك دليل آخر قوله الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم عليهم القصاص في القتلى، ويقول أيضا ولكم في القصاص حياة. والقصاص معناه المماثلة، أي القتل بالقتل، القطع بالقطع، مثلا الأنف بالأنف، هذه مماثلة. القصاص يعني القصاص إذا كان يؤدي، إذا كانت الجناية هذه تؤدي إلى القتل فيجب قتل القاتل. ثم يدخل تحت هذه الجناية أيضا القتل شبه عمد، وحكمه حكم القتل القاتل شبه عمد ليس القصاص وإنما دية مغلظة وهي 100 من الإبل، يعني يدفع لأهل أو للمقتول. وذلك لما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه عمد، قتيل الصاد والعصر فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها. فهذه النصوص تحرم القطع شبه العمد وتعاقب عليه بالدية. طيب، هذه الآية هذا النص يقول أنه أن قتيل الخطأ شبه عمد، يعني قتيل الصوت أيضا والعصر في 100 من الإبل، بمعنى أنه القتل ولو كان يعني بدون آلة التي تقتل غالبا مثل العصر وغير ذلك، إذا كان الرجل يعني ضرب رجلا آخر بالعصا لكن بقصد القتل وقتل بهذا العصا فهذا يعتبر أيضا معصية. طيب، معصية، وهذا أيضا تعتبر جريمة، ولكن في هذه الحالة لا يجوز قتله لأن هذا النوع من القتل يعتبر شبه عمد وليس عمدا، وبالتالي فقط عليه الدية كما قال الحرير، يعني 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها أو يعني الحامل. ثم القتل الخطأ، قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى آخر الآية، الآية طويلة لا نحتاج أن نقرأها هنا. أيضا يعاقب على القاتل بالدية، طيب أيضا بتحرير رقبة مؤمنة. وفي هذه الآية دلالة على عقوبة القتل الخطأ هي الدية والكفارة معا، يعني القتل الخطأ ليس فقط الدية ولكن يجب على القاتل كفارة أيضا. ثم لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم التعزير أيضا، يعني لها عقوبة لابد أن تأتي العقوبة، يعني ليست واضحة أو يعني مذكورة بوضوح في الآيات القرآنية أو النصوص الشرعية، ولكن التعزير عقوبة جعل الحاكم حق تقليدها ولكن لم يجعله أن يعاقب بما يشاء. طيب، رغم أن عقوبة التعزير يعني متروكة للحاكم ولكن ليس للحاكم أن يعاقب أو يحكم كما يشاء، لا بد أن يكون هناك يعني الأساس على هذا التحكيم. مثلا لا يجوز أن يعاقب بها كالحق بالنار، لأن هناك يوجد نص على تحريم التعقيب أو يعني تطبيق العقوبة بالنار كما قال في الحديث أن النار لا يعذب بها إلا الله، لأن لا يجوز
التعذيب يعني أن يعاقب على الجانب بالنار، لأنه يوجد النهي في ذلك. وأيضا هناك حديث الذي منع التعذيب أو يعني تعقيب الناس بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، أي لا تعذبوا بعذاب النار. وأما الحاكم فمجاله أن يجتهد في مقدار العقوبة، طيب مقدار العقوبة محددة من الشرع، إلا أن يجتهد في العقوبة ذاتها. ومما حدد الشرع في عقوبة التعزير على سبيل الإجمال، طيب إذن الحاكم له حق في أن يجتهد في مقدار العقوبة، الجد، طيب الجد هذه عقوبات يعني مذكورة وخاصة في الزنا. الجد ما هو الضرب بالصوت وما يشبه ولا يجد أن يزيد عن 10 ضربات، طيب هذا ما يراه العلماء، أي لا يجوز أن يضرب أو يعاقب على يعني الجاني الذي فعل يعني جريمة التي لا تدخل تحت الحدود ولا قصاص، وإنما يعني تدخل تحت التعازير. لا يجوز للحاكم أن يضرب أكثر من 10 ضربات كما قال في هذا الحديث. لا عقوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله، في حد فقط يجوز أن يضرب بأكثر من 10، لأن مثلا في الحدود يعني يجب 100 جلدة، وفي مثلا القذف يعني يجب أن يضرب القاذف 80 جلدة. ثم يجوز أيضا أن الحاكم أن يحبس في جريمة التعزير، لما روي عن بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في التهمة الساعة، ثم خلى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بسبب جريمة معينة، ولكن الجريمة هذه ليست من جريمة الحدود والقصاص. ثم أيضا من عقوبات التعازير النفي أو التغريب أو الإبعاد، يعني يبعد هذا الرجل من مكان، مثلا هو يعني ارتكب جريمة في نيلاي، ثم نبعده أو يبعد الحاكم إلى مكان بعيد، مثلا إلى بولاو برندان، مثلا هذا مكان بعيد، هذا يعتبر النفي أو التغريب، يعني جعله أو إبعاده يعني من مكان الذي فعل الجناية إلى أرض أخرى يعني بعيدا عن هذا المكان. ثم أيضا من عقوبات التعزير الهجر، طيب الهجر هو أن يأمر الحاكم الناس أي أن لا يكلموا الشخص مدة معينة، ودليله ما حصل مع 3 الذي تخلفوا عن زوجة تبوك. طيب الهجر أيضا جزء من العقوبات في التعزير، أي أن الحاكم أمر أن الناس لا يتكلمون ولا يتعاملون مع هذا الشخص لمدة معينة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع 3 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. وأيضا هناك عقوبة أخرى وهي الصلب. الصلب يكون مع عقوبة القتل، طيب هذا الصلب هذا فلا يصح، لأنه تعذيب الإنسان، فمن حكم عليه بالقتل جاز اشتراك عقوبة الصلب عليه. الصلب يعني كما يقول الفقهاء أنه لا بد أن يأتي مع عقوبة القتل، يعني القتل ثم يصلب، كما حدث في عقوبة للحرابة. ثم بعد ذلك الغرامة أيضا يعني تندرج تحت عقوبة التعازير، وهي الحكم على المذنب بدفع مال عقوبة على ذنبه، هذه واضحة، الغرامة يعني تدفع المال. ثم أيضا من عقوبات بالتعازير هو إتلاف المال أو إهلاك المال إهلاكا تاما بحيث لا ينتفع به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام المعلقة بالكعبة، فإنه أمر بها فحطمت واتلف، وما فعل المسلمون حين نزل آية تحريم الخمر، قال أراقوا الجرار وكسروها. طيب إتلاف المال أيضا جزء من عقوبة،
مثلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام، الأصنام الموجودة حول الكعبة، يعني بعد فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف بإهلاك كل هذه الأصنام. وكذلك حينما نزلت الآية التي تحرم الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الجرار، يعني وكسروها، يعني هذا المكان الذي يوضع فيها الخمر يعني أمر الله بكسرها أو بكسرها. ثم الوعظ، الوعظ مثل النصيحة طيب، أو يعني أيضا يخوف تخويف بعذاب الله، مثلا واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن، أي إذا فعل يعني رجل فعلا يخالف الشريعة ولكن لا يدخل تحت الحدود والقصاص، لا يجوز على حسب الجريمة نفسها. إذا كان الجريمة خفيفة مثلا فقط، يعني مثلا يفعل شيء لم تكن هناك عقوبة معينة مثل الكلام كلام وحش مثلا، أو يتكلم يعني أو يتهم رجل آخر ليس بالزنا ولكن بتهمة أخرى، فيجوز للحاكم أيضا أن يعظه أو يعني يخوفه بعذاب الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك. ثم أيضا في هذه الحالة أيضا هناك عقوبة أخرى لجريمة التي تندرج تحت التعزير وهي الحرمان. الحرمان معناه أن يحكم على المذنب بالحرمان من بعض الحقوق المالية كحرمان النفقة للناشز. أن يكون مذنب أي الذي يفعل شيء الذي يخالف الشريعة، ولكن الخلاف هذا أي الذي يفعل طيب هذا لا يكون من الحدود ولا القصاص، يعني الحرمان من بعض الحقوق أي يمنع من أن يقبل أو ينتفع ببعض الحقوق المالية، مثلا يمنع الرجل أو يمنع المرأة بسبب النشوز، مثلا المرأة ناشزة لزوجها فأمر الحاكم لكي يعني ترجع هذه المرأة إلى الطاعة لزوجها، فيجوز للحاكم أن يمنع النفقة من النشوز بسبب النشوز. طيب توصلنا إلى نهاية هذا الفصل، وعسى أن يعني يوفقنا الله سبحانه وتعالى، يوفقكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.